عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الناس كلهم إما في ضراء وإما في سراء، وليسوا على خير إلا المؤمنين، فهم يصبرون في الضراء ويشكرون في السراء. أحد الإخوان أصيب بجلطة، فكان لا يتحرك إلا لسانه، ولسانه ما يتحرك إلا بثلاث كلمات، ما يستطيع غيره. يعني يقول ثلاث كلمات: لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر. يجي بيقول غيرها ما يقدر، ما يقدر أبد. يحاول أنه يتكلم غير هالكلمات الثلاث، ما يقدر. إذا حاول تطلع كلمات كذا، أسمعوا لا 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 لا، إلا الثلاث الكلمات هذه. اللي يزوره في المستشفى يعتبر ما يقدر يقول غير الثلاث الكلمات هذه، يحاول يتكلم كلمات ثانية، لا 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 لا. الله المستعان. إنه موعظة. وين اللي يغتاب ويسب ويشتم ويكذب ويلعن؟ ماذا لو سلب الله عز وجل الكلام؟ عنده لسان مثل ما عندي وعندك لسان، لكنه سلب نعمة الكلام. فأنا وأنت نتكلم نقول الحمد لله، ومن شكر النعمة، شكر النعمة ألا نتكلم إلا بما يحب الله، ونقول ما يحب الله، ولا نتكلم بما يبغضه وحرمه الله. الله يسعدنا وإياكم يا حبيبيكم.